خلي الناس تحكي عنك زي ما بدها وانت الربحان. هذا العصر الذي نعيش به هو عصر الإشاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كم من الناس يظهرون لك في هذه الدنيا بأنهم أتقياء أنقياء، وستكتشف يوم القيامة أنهم إخوان الشياطين بسبب ما كانوا يفعلونه من الغيبة والنميمة والإفساد بين الناس. وكم من الناس يظهرون بمظهر العوام من الناس، يكونون يوم القيامة للمتقين إماما، وقد سبقوك إلى الله عز وجل بكثرة الحسنات. يكفيك شرفا أيها المظلوم، يا من قيل فيك ما لم تفعل ولم تقل، يكفيك شرفا يوم القيامة أنه يؤتى بمن استغابك، بمن افترى عليك الكذب، وتأخذ أنت من حسناته، حتى إذا لم يبق لديه حسنات تؤخذ سيئاتك وتطرح عليه، ثم يؤمر به ويطرح في النار. فلا يأس، والله يعبد.